مشاهدي غزوز احمد، حبيكم في فقره بالهنا. فقره بالهنا فقره التغذيه والصحه، والليله هنتكلم عن موضوع مهم بيهم كل البيوت السودانيه بمختلف طبقاتها. الليله موضوعنا هيكون العدس. هنتكلم عن العدس، عن فوائده، عن العناصر الغذائيه وعن السعرات الحراريه الموجوده في العدس وغيرها من الاسئله هتجاوبنا عليها استاذه ابتهال بابكر. مرحبا بك في فقره بالهنا. أهلين، مرحبا بكم وبكل مشاهدي برنامج غزوز احمد. وانت اخصائيه في التغذيه الصحيه والعلاجيه، اكيد طبعا العدس ذا مهم لنا كلنا في كاسر، يعني اللي دارين نتكلم عن اهم العناصر الغذائيه الموجوده في العدس، لانه في ناس بصراحه بتستهوى بالعدس ده شديد. نعم، فاحنا دايرين نوضح الحته دي، العناصر الموجوده في العدس. نعم، هو طبعا العدس من المواد الغذائيه المهمه شديد، وزي ما كلنا عارفين مذكور في القران الكريم. نعم، وهو غذاء لكل الشعوب ولكل المستويات. في نعم، في ناس بيقولوا عليه انه ده غذاء للفقراء، لكن لا، في التاريخ القديم كان بالعكس، هو كان غذاء مهم شديد لطبقه الملوك والطبقات العاليه. فهو بيحتوي على كثير من العناصر الغذائيه، مهم شديد وعنده فوائد كثيره، وبيساعد على الصحة العامة لجسم الإنسان. نعم، هو طبعا بيعتبر العدس من قبيلة القبقوليات، اللي هي البروتينات اللي بتدي الإنسان البروتين النباتي. طبعا نعم، كلنا عارفين أن البروتين بيتقسم إلى نوعين، في البروتين الحيواني اللي هو مصدر اللحوم ومنتجات الألبان، وفي البروتين النباتي اللي هو البقوليات بكل أنواعها بتدينا البروتينات النباتية. نعم، وكلنا عارفين أن البروتينات مفيدة لنمو الإنسان وتجديد الأنسجة بتاعته. نعم، العدس يعني هو مهم في مرحله النمو. طبعا اكيد. نعم، لكل مراحل نمو الانسان، من ما كان من الاطفال مفيد جدا لهم بالنسبه لهم ولكل مراحل النمو. كمان فيه كميه من العناصر الغذائيه مفيده في حاجات ثانيه. نتعرف على الموضوع ده. نعم، طبعا قلنا انه هو تابع للبقوليات. نعم، البقوليات مشتهره بانها البروتين النباتي، البروتين بيفيد في النمو. كمان في كثير من العناصر الغذائيه الموجوده فيه، كميه من المعادن بلقاها فيه، وفيه بيديني الحديد اللي هو عارفين كنا الحديد بيساعد في هيموجلوبين الدم وبيمنع. نعم، من امراض الانيميا وفقر الدم. نعم، كمان فيه كميه كثيره من الفيتامينات، فيه فيتامين ب بكل انواعه. نعم، فيه نوعين من فيتامين ب بيساعد على تقوية الأعصاب بتاعت جسم الإنسان. نعم، إضافة إلى ذلك فيه كمية مناسبة جدا من الألياف الغذائية. الألياف طبعا عندها فوائد كثيرة، بتساعد أول حاجة على خفض مستوى الكوليسترول في جسم الإنسان. نعم، كمان العدس فيه ميزة إنه بيساعد الألياف الغذائية الموجودة فيه، وبتساعد على ضبط اضطراب مستويات السكر في الدم، فهو مناسب جدا، وجبة مناسبة لمرضى السكر. أصلا من خلال كلامك ده أصلا نقدر نقول إنه مثلا الناس اللي عندهم أنيميا ممكن أنتم بتدخلونا في الجدول حق الغذاء حقهم. نعم، نعم، فيه نسبة مقدرة من الحديد كمان. والناس اللي عندهم ارتفاع في الكوليسترول برضه. نعم، بيعد من أفضل الوجبات يعني. أكيد، الألياف الغذائية الموجودة فيه بتساعد على خفض الكوليسترول. وبالنسبة لاحتلال الأعصاب برضه قلتي مهم جدا. نعم، فيتامين ب طبعا فيتامين مهم شديد موجود في العدس، بيساعد على تقوية الأعصاب. نعم. وطيب كمية الحديد فيه كافية بحيث إنه تكون أدتنا الحديد المحتاج الزول في اليوم مثلا؟ هي طبعا ما كمية كافية، في مواد غذائية نسبة الحديد فيها أكبر، لكن ده إذا أخذتيه بفترات يعني مناسبة من فترة لفترة أكيد. نعم، ممكن يديني نسبة كويسة, كويسة. بالإضافة لحاجات الثانية، إذا كانت وجبة غذائية عندي العدس وعندي السلطة فيها جرجير كده تاخذي أنت الكمية المناسبة لك في اليوم من الحديد. يعني كوجبة غدا لو كان عدس مثلا معه سلطة ومعه مثلا عيش أو كده. نعم، دي وجبة كافية للغدا، فيها عناصر مختلفة أكيد. فيها الفيتامينات بلقاها في السلطة، العدس فيه البروتين النباتي وفيه الحديد وفيه بعض المعادن كمان. نعم، معها الخبز بكمية معقولة. لأنه الحاجة الناس اللي ما عارفينها إنه العدس فيه سعرات حرارية عالية. ففي كثير من الناس بيقول لك دي ما معروفه طبعا، انا السن زي اكل عدس يقول لك اكلت عدس وهاكل معه حاجه ثانيه. أيوة، كانه ما وجبه اساسيه. أيوة، يعني وبيكون دائما بسمع كثير انه بيكون حاجه اساسيه في لستة الرجيم. اوكي، هو ممكن انت تاخذه لكن بكميات محدوده، وكمان تراعي انت الحاجه اللي بتاخذها معهم. يعني ما ممكن اخذ عدس وكميه كبيره من الرز واكلهم مع بعض، دي حتكون السعرات الحراريه كثيره شديد اكثر من الحاجه المفروض انت تاخذها في الوجبه بتاعتك. في الوجبه يعني ما ينفع حكايه الرجيم عدس مثلا كويس. نعم، حتكون السعرات الحراريه زايده حتى لو من غير رز من غير عيش برضو كثيره. حتى العيش ممكن انت تاخذ معه عيش، طبعا ما حقول للناس ما تاخذها، لكن بعدها حتكون الكميه هي الحكم.
يعني الكمية حتكون كمية معقولة من العدس، كمية بسيطة من العيش. حكاية الفتة عندنا السودانيين طبعا بتخلي الناس تاكل، يعني حتخلي الناس تاكل، لكن وبتفتكر انه لا دي ما فيها دهون، ما فيها السعرات الحرارية فيها، وجبة كويسة يعني للرجيم. نعم هو فيه كربوهيدرات عالية، وانت تاخذ معاه العيش اللي هو في الفتة، فحتكون وجبة سعرات الحرارية عالية، يعني نفس الشيء من اللائحة حقت الرجيم لائحة الرجيم. نعم طيب التحضير، يعني الفرق بين التحضير من وجبة لوجبة بالعدس، يعني مثلا العدس ممكن يتاخذ كشوربة، ممكن في ناس بيعملوه تقيل جدا، وفي ناس بيعملوه في ملاحات مثلا الرجل عندنا في السودان وكده. الفائدة حقته العناصر الغذائية والفوائد بتختلف في طريقة التحضير؟ نعم يعني هي طبعا بتختلف يمكن في زمن الطهي، بياخذ يمكن هو عموما المعروف انه العدس ما المفروض ياخذ زمن كثير. نعم. لانه اي كل المواد الغذائيه كل ما تعاملت معامله حراريه مسافه طويله بتفقد كثير من العناصر الغذائيه. فعموما بيقول لك انه العدس من 20 الى 35 دقيقه مفروض انه يكون اطهى، لكن في مرات احنا عند السودانيين بياخذ كميات طويله فبيفقد كثير من القيمه الغذائيه. وطبعا السبب الاساسي انه بعض الناس اللي بيجيبوا العدس بعد زراعه العدس بيدوه ماده في بولش كده، بياخذوا ماده اللمعه بتاعته واللون حقه، عشان كده العدس بيحتاج لفتره طويله انه يطهي، لكن العدس الفريش زي ما بيقولوا ده ما بيحتاج لاكثر من 20 في انواع من العدس. هسه كده احنا نقدر نفرق كيف انت، يعني انا شايفه حاجه مخيفه حكايه انه يكون مضروب لون او يكون فيه لون دي، يعني نعم دي بعض الشركات يعني مثلا ممكن تصنع ممكن صحيح ممكن. في بعض الشركات بتدي زي بولش كده لبعض المواد الكيميائية يعني. هي دي اللي بتخلي العدس ياخذ مسافه طويله في 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 الطهي. اخر نقطه دارين نتطرق لها، بتين العدس يدخل كوجبه للاطفال يعني. نعم. في مراحلهم يعني. نعم. طبعا زي ما قلنا العدس فيه مكونات كويسه خالص بالنسبه للاطفال، لكن لانه بعد 6 شهور يا دوب الجهاز الهضمي بتاع الاطفال بيكون مكتمل، فما حنرهقه بحاجه فيها الياف كثيره، لان نعم. الياف بتحتاج لمجهود شويه من الجهاز الهضمي. ممكن من بعد الشهر الثامن ممكن ادخله له كشوربه. نعم خفيفة. كخفيفه حاجه بسيطه معه بعض العيش، بتكون وجبه مفيده جدا وغذائيه للاطفال وسهله كمان الهضم بالنسبه لهم. اختصاصيه التغذيه استاذه ابتهال، شكرا لك حقيقه، شهيتينا العدس. بكره هتكون وجبتنا عدس وجبه اساسيه لكن من غير فته من غير فته. مشاهدي غزوزة، فوائد العدس والعناصر الغذائيه المختلفه الموجوده في العدس، ده كان موضوع فقرتنا الليلة، فقرة بالهنا. خليكم معنا، فقرتنا لسه مستمرة.